رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، صل على خليلك محمد وآله، وبك نضرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك. نسألك يا ربنا في يومنا هذا فرجا قريبا ورزقا واسعا والعافية من البلايا. نسألك ربنا تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس، كما نسألك ربنا الدرجات العلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 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 يا رب العالمين. وبعد، فقد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى صفحة رقم 557، وما زلنا في رحاب سورة التغابن. تبدأ الآيات بقوله تبارك وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. يعني والذين كفروا بالله وكذبوا بآيات الله تبارك وتعالى التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، أولئك أصحاب النار خالدين، يعني ماكثين فيها أبدا، وقبح المصير مصيرهم، إذا دخلوا النار فهم مخلدون فيها. إن عليهم مؤصدة في عمد ممدد، وفي قراءة في عمود ممدد. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ويأتي هنا الركن السادس من أركان الإيمان الستة، هو الإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. يبقى ما أصاب أحدا مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده إلا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. وهذا يعني الذي أخبرنا الله تبارك وتعالى به في كتاب الكريم، أن هذه الدنيا إنما هي دنيا الابتلاء والاختبار. قال تعالى: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصير. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور. وقال تعالى: ولنبلونكم، بلام القسم، ولنبلونكم. لكن البلاء ده قد إيه يا رب؟ بشيء بس بسيط، بس يعني على قدر تحمل الإنسان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اختبار لك عشان تكون من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى ما أصاب من مصيبة في النفس أو في المال أو في الولد إلا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. ومن يؤمن بالله وقضائه وقدره يوفق الله تبارك وتعالى قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. يعني يرضى بما أعطاه الله تبارك وتعالى وبما ابتلاه الله تبارك وتعالى. ومعلوم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوب. فالبلاء ده بينزل عشان أنت ترجع لربنا وتقول يا رب اكشف عنا يا رب. إنما الإنسان اللي هو اللي غير مبتلى، اللي هو من يعني من أهل الطرف في الدنيا، تبص تلاقيه خلاص ما هوش يعني عايش حياته ولا قرب من الله ولا دعاء ولا غير ولا استغفار. أما المبتلى تلاقيه هو المنكسر قلبه المقبل على الله تبارك وتعالى. عافانا الله تبارك وتعالى جميعا. طبعا المؤمن لا يسأل الله عز وجل الابتلاء، ولكن يسأل الله تبارك وتعالى المعافاة. ولذلك من الدعاء: اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم يعني أعرضتم عما جاءكم به رسولكم، فإنما فإثم ذلك الإعراض عليكم، راجع عليكم أنتم هذا الإعراض. الله عز وجل غني عن عباده،
وليس على رسولنا إلا البلاغ، يعني تبليغ ما أمرناه بتبليغه، وقد بلغكم ما أمر بتبليغه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال تبارك وتعالى: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال تبارك وتعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فدائما الدعاء والعلماء هم ورثة الأنبياء، فالأنبياء يعني لم يورثوا ما ورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الداعي إلى الله تبارك وتعالى هو يدعو، زي الفلاح الذي يضع البذرة في الأرض. النبت هذا الثمر وهذا النبات إنما هو على من؟ على الله تبارك وتعالى. أنت بتبلغ، بتقول الكلمة الطيبة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن الثمرة إنما هي على الله تبارك وتعالى. فما علينا إلا البلاغ. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله تبارك وتعالى هو المعبود بحق، هو المعبود بحق، لا معبود بحق غيره سبحانه جل وعلا. ودايما بتقول لما تلاقي الله لا إله إلا هو، أو تلاقي كلمة التوحيد لا إله إلا هو، ما لكم من إله غيره، دايما يكون عندك شعور كده إنك أنت يعني إذا أصابك شيء فالجأ إلى الله، إذا أصابك ضر فاسأل الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يكشف عنه. بالمعنى العامي ما لكش غيره، ما لكش غيره، قرب على الله تبارك وتعالى، هو القادر وحده الذي يكشف عنك إيه ما بك سبحانه جل وعلا. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني على الله تبارك وتعالى فليعتمد المؤمنون في جميع أمورهم، يحققوا التوكل على الله تبارك وتعالى. أول ما تخرج من بيتك الصبح في دعاء الخروج اللي هو إيه؟ بسم الله من حفظه. نعم، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أعوذ بك أن أذل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أجهل أو يجهل علي، أو أظلم أو يظلم علي، ربي أسألك خير ما فزل، أي إذا أردت أن تزيد إيه في الدعاء. فهذا قمة التوكل على الله تبارك وتعالى في جميع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله وعاملوا بما شرعه لهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، يعني زوجتك وأبنائك ممكن يكونوا أعداء لك، نعم عدوا لكم فاحذروهم. يكونوا أعدائك إمتى؟ لما يصدوك عن طاعة الله تبارك وتعالى، لما يشغلوك عن طاعة الله جل وعلا. يبقى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، لكونهم يشغلونكم عن ذكر الله والجهاد في سبيل ويثبطونكم، فاحذروهم أن يؤثروا فيكم. وإن تتجاوزوا عن زلتهم وتعرضوا عنها وتستروها عليهم فإن الله يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم، والجزاء من جنس العمل سبحانه وتعالى. بعد أن بيان الله تبارك وتعالى أن الابن ممكن يكون عدو، الزوجة ممكن تكون عدو، عند الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، في نفس الأمر الله تبارك وتعالى يوصي بالأزواج ويوصي بالأولاد سبحانه وتعالى، فيقول: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. هذا هو خلق، يعني الايه، خلق الرحمة الذي يكون بين زوجين أو بين الأب وأبنائه. وإن تعفوا، العفو والصفح والمغفرة، المغفرة للزلات والستر على الايه، والستر ايه، على الزوجة أو على الأبناء عند حدوث يعني ايه شيء ما. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إنما أموالكم وأولادكم ابتلاء واختبار لكم، فقد يحملونكم على كسب الحرام وترك طاعة الله تبارك وتعالى، والله عنده ثواب عظيم لمن آثر طاعته على طاعة الأولاد وعلى الانشغال بالمال، وهذا الجزاء العظيم هو الجنة. يا رب نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل.
فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ما استطعتم إلى طاعته سبيلا، واسمعوا وأطيعوا الله ورسوله، وابذلوا أموالكم التي رزقكم الله إياها في وجوه الخير، ومن يقيه الله تبارك وتعالى حرص نفسه فأولئك هم الفائزون بما يطلبونه والنجون مما يرهبونه. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. إن تقرضوا الله عز وجل قرضا حسنا بأن تبذلوا من أموالكم في سبيل، يضاعف لكم الأجر بجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير، لأن الله تبارك وتعالى هو الشكور، يعني يقابل القليل بالكثير سبحانه جل وعلا، ويتجاوز لكم عن ذنوبكم، والله شكور يعطي على العمل القليل الأجر الكثير، حليم يعني لا يعاجل بالعقوبة سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. إن الله سبحانه وتعالى عالم ما غاب وعالم ما حضر، لا يخفى عليه من ذلك شيء، العزيز الذي لا يغلبه أحد، وهو الحكيم في خلقه وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. 3 فوائد من الآية الكريمة. رقم 1، مهمة الرسل والدعاء إلى الله تبارك وتعالى التبليغ عن الله، بلغ ما أنزل إليك من ربك، إنما أنت مذكر لست عليهم إيه؟ بمسيطر. وأما الهداية فهي بيد الله تبارك وتعالى، ودائما بنقول إن الهداية 3 أنواع، هداية البيان والإرشاد، وهداية إيه؟ وهداية التوفيق، وهداية التثبيت. هداية البيان والإرشاد زي القرآن والسنة أو الموعظة الحسنة والكلام ده. هداية التوفيق هذه على الله تبارك وتعالى، الله هو الذي يوفق لطاعته سبحانه وتعالى. بعد هداية التوفيق صلى والتزم وقرب لربنا وقرأ قرآن، محتاج بقى محتاجين الهداية الثالثة اللي هي هداية الإيه؟ التثبيت على هذا الإيه؟ هذا الأمر. كثير من الناس يحافظ على الصلاة وبعدين يرجع تاني، يحافظ على الورد القرآني أو يبدأ يحفظ القرآن وبعدين يرجع تاني، يحافظ على جلسة الشروق ويبدأ يجلس وبعدين يرجع. احنا محتاجين هداية التثبيت، وذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رقم 2، الإيمان بالقدر سبب للطمأنينة والهداية. سلم يؤمن بقدر الله عز وجل هذا يكون سبب للطمأنينة والهداية، لا يتسخط على أقدار الله تبارك وتعالى. لذلك عافانا الله وإياكم انتشار الجلطات والأمراض اللي موجودة يعني في هذه الأيام، هو بسبب عدم رضا عن الله تبارك وتعالى، إلا من رحم الله. بص تلاقيه بتسخط ليه، انا اللي تعبان او اتصدم ان هو حل الولاء عنده مثلا حاجه معينه او الكلام، يتصدم ان لقى شيء معين، فما فيش ايمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدر، فتبص تلاقيه يتعب والامور دي، عافانا الله واياكم. يبقى لازم الايمان بالقدر فهو السبب للطمانينه والهدايه بفضل الله تبارك وتعالى. كذلك يستفاد التكليف في حدود المقدور للمكلف، ولذلك قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى. كذلك مضاعفة الثواب للمنفق في سبيل الله عز وجل، وزي ما قلنا قبل كده في سورة المنافقون إن الميت بيتمنى العودة والرجعة إلى الدنيا لما رأى ثواب الإنفاق. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. ليه هو تمنى الرجعة إلى الدنيا؟ جت هنا مع الإيه؟ مع مسألة الإنفاق، لما رأى من ثواب الإنفاق عند الله تبارك وتعالى. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.